إسلاموفوبيا. يعني إيه إسلاموفوبيا في مصر مش تونس وليبيا؟ يعني كيلو نص لوبيا منجوعين في شب صوبيا، تسقيهم ناشط سياسي وتحاوط ويقلبوا قاسي، زي اللي في كوكب زانوبيا، زي اللي في كوكب زانوبيا. عندنا في زانوبيا كان عيل صايع من زمان، كل همه مانع اي حد يشيل ودان، وكانت الحكومة شرطة اللي يزورها تبقى ورطة، ويبقى حط نفسه حطة ولازم يختم في اللمان. كان اعلامنا صوته واطي للنظام لازم يطاطي، غير شي كان يوسف معاطي يكتب كم فيلم الامام، وفي زانوبيا الثورة قامت عدش بق فيها ساكت، بعد ما كان تليفوننا صامت تسمع الرنة اذان، كل الخلق صوتها عالي والميدان ما عدش خالي، عمي روح هناك وخالي والميدان ما فيهوش مكان. جي الوادي الصايع وقال سبوبة ولكت عالبال، لم مع شوية عيال وقال لازم نعمل بيان. وبعد ما كانت الثورة خلصت كانت جيوبه يا عيني نشفت، قام وخدوا ما ومرفت قال لهم ثورة كمان. يعني ايه اسلاموفوبيا في مصر مش تونس وليبيا؟ يعني كيلو نص لوبيا منقوعين في شب صوبيا، تسقيهم ناشط سياسي وتحاوط ويقلبوا قاسي، زي اللي في كوكب زانوبيا، زي اللي في كوكب زانوبيا. كان والخلق بتبقى سمعة مليونية كل جمعة، دور في الميدان بشمعة ملقى غير حبة فيران، شار عليه عيل تشرد قال له يكتي أسوي ترقد، يلا قوم واعمل تمرد ولا ما فيكش غير لسان. رجالة شفيق هيمضوا لو فلوا ليجونا نرضوا، يلا هموا حلكوا شدوا خلونا نرزق يمان، وباقي الشعب سيبوا لينا رح نفضي كم بنزينة، وقطع النور ساهل علينا ما رح يحسوا بالأمان، في كل نص يا كان يهدي أي حد ما يرضى يمضي، رفت قالت له الحل عندي أنا ومنى وسلوى وحنان، وكل بنت في كل طلعة هتملى شنطة وهي راجعة، وأي بنت بضحكة ميعة رح تمضي وتبصم كمان. ومن السبت للخميس رح يطلع عمري ولميس، ومعاهم كم شاب سيسي يرطوا في أي حوار فكسان، نسيوا إن الشعب ماضي في الدفتر قدام القاضي، اضرب كاكولا وامضي عادي اتجنن لو ده جنان، يعني ايه اسلاموفوبيا في مصر مش تونس وليبيا؟ يعني كيلو نص لوبيا منقوعين في شب سوبيا، بتعمل لي تمرد يا واكل ناسك او ماله اخشع يا كوكب زانوبيا. يعني ايه اسلاموفوبيا في مصر مش تونس وليبيا؟ يعني كيلو نص لوبيا منقوعين في شب صوبيا، تسقيهم ناشط سياسي وتحاوط ويقلبوا قاسي، زي اللي في كوكب زانوبيا، زي اللي في كوكب زانوبيا.